شعيب مرحبا بك. ففي البدايه بغيناك تعطينا واحد التقييم عام لهذه التجربه ديال المشروع الجديد حضيره السيارات الاجره بالسوق المغربيه. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكركم على هذه الاستضافه. فمعكم مبروك شعيب الكاتب الوطني للنقابه الديمقراطيه الجديده للنقل الطرقي. طبيعه الحال عدم انخراط المهنيين في هذا التجديد الحاضره كيرجع للمرسوم الوزاري ديال تجديد الاسطول. فالمرسوم الوزاري ربطته انا بجوج الحوايج. اول حاجه هي هاد الناس ما شاركوناش في المرسوم الوزاري. النقطه الثانيه هي بان وزاره الداخليه ما راعتش لنا المسائل الاجتماعيه ديالنا. اذا هاد جوج النقط هما اللي خلاو الاخوان باش ما ينخرطوش في هاد الحضيره تاع تجديد الاسطول. هذا من جهه. بالنسبه يعني انت كتشوف ان الوتيره غادا ببطء ياك على مستوى فالوتيره بطبيعه الحال غادا ببطء، لان تجديد الاسطول في مدينه الدار البيضاء يلا وصل 18%. شنو اهم الاكراهات؟ يعني انا عارف كاين اكراهات كثيره ولكن اهمها اللي كتشوف اهم الاكراهات هي اكراهات اداريه 100% محطه، لان الاداره كتعقد المسطره تاع تجديد الاسطول. ف الولايه تاع الدار البيضاء كان خصها تصنت المهنيين على اساس باش تعرف العيوب اللي كاينه في داخل ولايه الدار البيضاء الكبرى باش الناس باش المهنيين ينخرطوا في حضيره تجديد الاسطول. فملي كتكون المساطير معقده فبطبيعه الحال كاع المهنيين غادي يهربوا من تجديد الاسطول لسبب بسيط، لان الولايه الدار البيضاء ما كتستجبش لهم المطالب ديالهم. ثم على مستوى النقابي فشنو هي اهم الخطوات اللي درتوا على مستوى يعني تبديد هذه التعقيدات على المستوى؟ واش كاين شي لقاءات تواصليه مع المسؤولين؟ فبطبيعه الحال وقع عندنا عدد من الاجتماعات مع وزاره الداخليه، تقريبا اكثر من 4 اجتماعات. فاحنا بالفعل كنتكلموا بنسان المهنيين، دافعنا على المقترحات ديالنا، لان احنا كنا كنطلبوا ب 12000 درهم باش باش المهني يكون قريب لهذيك المنحه اللي المنحه مع السياره. فالداخليه بطبيعه الحال كانت هي كتدافع على المشروع ديالها لان جابته هي بدون استشاره المهنيين. فاحنا ملي كنتكلموا معاهم وكنعطيهم المعطيات ديالنا كنقول لهم ودي خصنا واحد الطوموبيل اللي هي كتلائم وكتمشي مع كتلائم الطريق ديالنا، لان الطريق ديالنا كتلقى فيها حفار، كتلقى فيها مسائل السائق المهني. كيفاش كتقراوا ردود الفعل؟ واش كاين شي استجابه؟ لا ما كاينش استجابه. فوزاره الداخليه متشبته بالمرسوم ديالها وما غيرتش ولو بند واحد من هذاك المرسوم اللي نزلاته تاع تجديد الاسطول. وعلى مستوى الولايه على مستوى تبديد التعقيدات اللي كتكون كما قلتي في المساطير واش كاين شي لقاءات مع والي المساطير؟ فبطبيعه الحال حنا جلسنا مع والي جهه الدار البيضاء الكبرى السي سفير والكاتب العام ديال الولايه وعطيناهم هاد المشاكل ديالنا، لان في اطار تجديد الاسطول ملي كتمشي للولايه كيقول لك بان خصك تجيب الكارت غريس سميتك. ملي كتمشي للسيرفيس ديميل باش تاخذ الكارت غريس سميتك كتلقى بان كاين سماسيره المسطره معقده ديال تغيير الورقه الرماديه. ملي كعاوتاني كتاخذ الورقه الرماديه من بعد 3 شهور ولا من بعد شهرين كدير لهم الورقه الرماديه عاد باش كيدخلوك باش يعطيوك الدعم. الدعم عاوتاني كيدي واحد 3 شهور ولا 4 شهور. ملي كتاخذ الدعم ديالك عاوتاني كتمشي لدار الضريبه اللي هي تابعه لوزاره الماليه. اذا هنا كاينه وزارة الداخلية، كاين وزارة النقل اللي هي سيرفيس ديميل، وكاينة وزارة المالية اللي هي دار الضريبة. فكنلقاو الناس تاع الضريبة حتى هما عندهم السماسيرة ديالهم، إلا ما جاوش هذوك السماسيرة مع المهنيين كيعقدوا لي المسطرة تاعهم. وبالنسبة لآخر سؤال، يعني جديد هذا الأسطول ديال سيارة الأجرة، واش كتشوفوا أنت بأنه قدم إضافة للمهنيين ولا أنه كان كما شي لاحظت أنا على ضوء الندوة كاين الناس اللي كيقولوا بأنه تقل الكاهل ديالهم أنه زادهم أعباء أخرى؟ فأنا تكلمت معك ملي في الكلمة تاعي الأولى قلت لك بأن ربطناه ب هذا المشروع تاع هذا المرسوم ربطنا بجوج الحوايج اللي هو عدم اشراك المهنيين والمشكل والملف الاجتماعي. فبطبيعه الحال بان الملف الاجتماعي ديال 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 المهنيين دخلنا فيه حتى لي بيس دو شونج تاع الطوموبيل، لان البيس دو شونج تاع السياره حتى هما اثقلوا الكاهن ديال 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 المهني. فاذا الدوله مفروض عليها كداخليه وكولايه الدار البيضاء الكبرى خصها تجلس مع المهنيين وخصها تصنت لهم وخصها تراعي لهاد المشاكل ديالهم. لانني انا دابا كنقول لهم عندي سياره كنخدم فيها انا والسائق المهني ديالي كنقول لهم انا بان
جيو جلسوا معنا حسبوا معنا خذوا كل شيء وخليوا لي انا باش نعيش انا وليداتي، خليوا لي فلوس الحباب، خليوا لي فلوس المدرسه، خليوا لي. عندكم شي بدائل ولا حلول؟ عندنا حلول بطبيعه الحال، حنا عندنا حلول كنقولوا لهم بان حيدوا عنا عيد الديوانه وحنا مستعدين ندخلوا الطوموبيل اللي غادي تخدمنا. الدوله ما باغاش، الدوله كتقول لك بانني انا هاد الطوموبيلات اللي كاينين خصك تعزل منهم وحده. فملي كنجلسوا كنلقاو الطوموبيل اللي هي الثمن ديالها ملائم معنا كنلقاوها هي ما ملائماش مع 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 الخدمه ديالنا. الزبناء ديالنا كيعانيو، انا كصاعق كنعاني. اذا هنا كندخلوا كنبداو نقلبوا على طوموبيلات اخرين اللي غنلقاو فيهم هاد الامتيازات، فعلا كنلقاو طوموبيلات اخرين فيهم امتيازات ولكن كنلقاو باسعار ديالهم مرتفعه، كنلقاو 13 مليون 14 مليون بالدعم، كناخذوا الدعم ديالنا كناخذوا الضريبه وكتبقى خاصنا 13 مليون 14 مليون باش ناخذوا هذيك السياره. اذا الدوله هنا كانت خاصها تجلس معنا باش نلقاو بعدا كيحنا السياره اللي غادا تخدمنا وعاد باش يناقشوا معنا هذاك الدعم اللي غادي يعطيونا. الا جلسنا وناقشنا هادشي كون متاكد بان الوتيره غادا تمشي في هذاك الطريق اللي بغينا. واخا شكرا سي مشايخ.